الغد من العاصمة القطرية الدوحة حيث أقيمت المباراة، مع مفادنا هناك محمود شوقي. محمود مساء الخير، ويعني مباراة أكثر من مثيرة، كيف هي الأجواء لديك الآن؟ هي مباراة تاريخية، ربما هي أعظم مباراة في تاريخ كأس العالم، في نهائي كأس العالم أن تنتهي بنتيجة 3 أهداف لكل فريق ثم الاحتكام لضربات الترجيح بهذا الشكل المثير. وهنا أجواء تبدو غير طبيعية وغير معتادة. الجمهور الأرجنتيني الذي ملأ جنبات استاد لوسيل يحتفل كما لم يحتفل من قبل. مارادونا هو الحاضر الغائب، وميسي هو الحاضر النجم الكبير اليوم. الكل يتغنى باسم مارادونا ويتذكره بكل خير، والان الكل يغني لميسي القائد المحرك لمنتخب الارجنتيني الذي قاد فريقه للطراز بطوله تاريخيه على حساب فريق عظيم هو المنتخب الفرنسي الذي يضم معنا كبير من النجوم. هنا انقل لك الصوره الحيه من داخل ملعب لوسيل، الرقص والغناء والبكاء، هنا انهيار اعداد كبيره جدا من الجماهير الارجنتينيه بكاء من الفرح على تلك البطوله الغاليه التاريخيه. بكاء وصل الى حد الاغماء لبعض المشجعات، ومجرد ان اطلق الحكم نهايه المباراه في ضربات الترجيح. نحن امام مشهد غير معتاد على الاطلاق، يؤكد على قيمه البطوله وقيمه اللقب بالنسبه للراقصي الطنجو الذين يحصدون البطوله للمره الثالثه في التاريخ، وهي المره الاولى لميسي نجم نجوم العالم في الوقت الراهن. في المقابل دخل ايضا نجوم منتخب فرنسا في نوبه بكاء شديده وسط تصفيق من الجمهور الفرنسي القليل الذي حضر تلك المباراه تقديرا لما قدمه المنتخب الفرنسي في تلك الموقعه الكرويه الكبيره. الان الملعب يستعد لمراتب التتويج لتتويج الارجنتين بكاس العالم ورفع ميسي للكاس الذهبيه التي اشتاق اليها منذ سنوات طويله. هنا ربما لن تنام جمهور الارجنتين سواء هنا في قطر او في الارجنتين وفي كل بلدان الدنيا.